نقدم لكم رواية اللص والكلاب لنجيب محفوظ بصوت الأستاذ عبد الله أديب. المرجو قبل متابعة هذه الرواية الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس. الفصل الرابع. هذا هو رؤوف علوان الحقيقة العارية، جثة عفنة لا يواريها تراب. أما الآخر فقد مضى كأمس أو كأول يوم في التاريخ أو كحب نبوية أو كولاء عليش. أنت لا تنخدئ بالمظاهر، فالكلام الطيب مكر والابتسامة شفة تتقلص، والجود حركة دفاع من أنامل اليد، ولولا الحياء ما أذن لك بتجاوز العتبة. تخلقني ثم ترتد، تغير بكل بساطة فكرك بعد أن تجسد في شخصي، كي أجد نفسي ضائعا بلا أصل وبلا قيمة وبلا أمل. خيانة لئيمة لو اندك المقطم عليها دكا ما شفيت نفسي. ترى أتقر بخيانتك ولو بينك وبين نفسك، أم خدعتها كما تحاول خداع الآخرين؟ ألا يستيقظ ضميرك ولو في الظلام؟ أود أن أنفذ إلى ذاتك كما نفذت إلى بيت التحف والمرايا بيتك، ولكني لن أجد إلا الخيانة. سأجد نبوية في ثياب رؤوف أو رؤوف في ثياب نبوية أو علي سدرة مكانهما، وستعترف لي الخيانة بأنها أسمج رذيلة فوق الأرض. من وراء الظهر تبادلت الأعين نظرات مريبة قلقة مضطربة كتيار الشهوة التي يحملها، كالقطة الزاحفة على بطنها في هيئة الموت نحو عصفورة سادرة. وغلبت الانتهازية ثمالة الحياء والتردد، فقال ليش سدرة في ركن عتبة أو ربما في بيتي، سأدل البوليس عليه لنتخلص منه. فسكتت أم البنت، سكت اللسان الذي طالما قال لي بكل سخاء أحبك يا سيد الرجال. هكذا وجدت نفسي محصورا في عتبة الصيرفي، ولم يكن الجن نفسه يستطيع أن يحاصرني، وانهالت علي اللكمات والصفحات. كذلك أنت يا رؤوف، لا أدري أيكما أخون من الآخر، ولكن ذنبك أفضع يا صاحب العقل والتاريخ. أتدفع بي إلى السجن وتتب أنت إلى قصر الأنوار والمرايا؟ أنسيت أقوالك المأثورة عن القصور والأكواخ؟ أما أنا فلا أنسى. وبلغ جسر عباس فجلس على أريكة حجرية وانتبه إلى الطريق لأول مرة، وقال بصوت مسموع كأنما يخاطب الظلام: خير البر عاجله. الساعة وقبل أن يفيق من دهشته لا سبيل إلى التردد، فمهنتك هي مهنتك صالحة وعادلة، وبخاصة عندما تطبق على فيلسوفها، وعندما أفرغ من تأديب الأوغاد فسأجد في الأرض متسعا للاختفاء. هل يمكن أن أمضي في الحياة بلا ماض فأتناسى نبوية وعليش ورؤوف؟ لو استطعت لكنت أخف وزنا وأضمن للراحة وأبعد عن حبل المشنقة، ولكن هيهات أن يطيب العيش إلا بتصفية الحساب. لن أنسى الماضي لسبب بسيط، هو أنه حاضر لا ماضي في نفسي، وستكون مغامرة الليلة ابتداء أفتتح به العمل، وستكون مغامرة دسمة. وجرى النيل كأمواج من الظلام تنغرس في جنيباتها أسهم الضياء المنعكسة من مصابيح الشاطئ، وساد صمت شامل مريح. ثم دنت النجوم من الأرض عندما اقترب الفجر وقام عن مجلسه، فتمطى ثم صار على مقربة من الشاطئ نحو المكان الذي جاء منه. جعل يتقدم على مهل متحاشيا الأنوار الضئيلة الباقية حتى هذه الساعة من الفجر، وتباطأ أكثر عندما لاح لعينيه القصر الخالي من نواحي الثلاث.
وراقب الطريق بحدة، أرضه وأسوار القصور والشاطئ، ثم استقرت عينه على القصر. بدا القصر مسدل الجفون، تحرسه الأشجار من كل جانب كالأشباح. نامت الخيانة في هدوء بديع لا تستحقه البتة، مغامرة دسمة ستعطي ردا حاسما على خداع العمر كله. وعبر الطريق في خطوات طبيعية دون تلفت أو حذر، ثم سار بحذاء السور في الشارع الجانبي وهو يتفحص ما أمامه بعناية شديدة. فلما اطمأن إلى خلو المكان مال فجأة وسط السور منغرزا في الياسمين والبنفسج، وتوقف عن أي حركة. إن يكن في القصر كلب غير صاحبه سيملأ الدنيا نباحا، ولكن لم تند عن الصمت همسة واحدة يا رؤوف. تلميذك قادم ليحمل عنك بعض متاع الدنيا، وتسلق السور بخفة وبأطراف محنكة كأنها أطراف قرد، ولم تعقه الأغصان الكثيفة الملتفة الغارقة في الأوراق والأزهار. ثم اعتمد على قبضته ورفع جسمه بقوته الذاتية إلى ما فوق الأسنان المدببة، وهبط به حتى اشتبكت ساقاه بالأغصان في الداخل، فلبد بها ريثما يسترد أنفاسه. وليراقب الحديقة المكتظة بالشجيرات والأشجار والظلمة، عليك أن تصعد إلى السطح ومنه تهبط إلى الداخل حتى تعرف طريقه. لا آلة معك ولا بطارية ولا فكرة سابقة عن المكان. لم تسبقك نبوية إليه لتعمل غسالة أو خادمة بعض الوقت، فهي اليوم مشغولة بعليج صدره، وقد طب بعنف ليطرد عنه هذه الأفكار، ونزل بحذر إلى الأرض، ثم زحف على أربع متجها نحو جدار الفيلا، ودار مع البناء متحسسا الحيطان حتى عثر على ماسورة وأخذ يتسلق بمهارة البهلوان، وكان السطح مقصده، غير أنه مر بنافذة مفتوحة غير بعيدة منه. وفي الحال قرر تجربتها، سدد ساقه نحو النافذة حتى انطرحت على حافتها، وشد أعصاب يديه متنقلا بهما فوق كورنيش الحائط حتى استقر جميعه فوق حافة النافذة، وانزلق إلى الداخل، فوجد نفسه في مكان حدث أنه مطبخ، وضايقته كثافة الظلمة وضايقته كثافة الظلمة فجد باحثا عن الباب، وكان يتوقع ظلمة أكثف من الداخل، ولكنه حلم بحافظة نقود رؤوف أو بعض التحف، وكان عليه أن يتقدم. تسلل من الباب ملتمسا الجدار بيديه، وقطع مسافة غير قصيرة وكثافة الظلام تكاد تصده، ثم أحس تيارا خفيفا من الهواء يلفح وجهه. من أين يجيء الهواء؟ وانعطف مع انعطاف الجدار الأملس، وتقدم مادا ذراعه محركا أصابعه حتى لمست أسلاكا بلورية مسدلة محدثة وسوسة خفيفة القبض انقبض لها قلبه. ستارة لا شك في ذلك، اقترب الآن من هدفه، واتجه فكره نحو علبة الثقاب في جيبه دون أن يمد لها يدا، وفتح بخفة ثغرة دلف منها إلى الداخل، وضيق ما بين ذراعيه ليعيد الستارة إلى وضعها الطبيعي دون صوت، وتقدم خطوة فارتطم بمقعد أو بقائم ما لا يدريه، وتفادى منه وهو يرفع رأسه متلمسا نورا خافتا صاهرا. وقد تعلق أمله بالوصول إليه، ولكنه رأى ظلاما مطبقا كالكابوس، وفكر في إشعال عود ثقاب للحظة واحدة، وبغتة دهمه نور ساطع من كل ناحية، نور شديد انقض عليه كلكمة قاضية، انغلق جفناه بلا إرادة. ولما فتحهما رأى رؤوف علوان على بعد ذراعين في روب طويل بدا فيه عملاقا، ويده
ويده مدسوسة في جيبه مشدودة كأنها تقبض على سلاح، هكذا ظن. ونظرة عينيه الباردة زادت قلبه المهزوم برودة، وانطباق شفتيه الناطق بالعداوة والكراهية، والصمت القاتل أثقل من صور السجن. والسجان عبد ربي سيقول هازئا: ما أسرع أن رجعت. وانطلق صوت نحاسي من وراء ظهره يتساءل: ننادي البوليس؟ فالتفت وراءه فرأى ثلاثة من الخدم يقفون صفا، غير أن رؤوف خرج عن صمته قائلا: اذهبوا خارجا وانتظروا. ولما فتح الباب ثم أغلق وراءهم أدرك خطفا أنه باب خشبي ذو زخارف عربية محل الرأس بحكمة أو مثل أو آية من الصدر. وأرجع رأسه في التفاتته ليلتقي النظرات العابسة ويسمع صوته الخشن وهو يقول: من الغباء أن تجرب ألاعبك معي، أنا فاهمك وحافظك عن ظهر قلب. لم ينبس ومضى يفيق من ضربته المفاجئة، ولكن على استسلام كاليأس، وإن داخله شعور بأنه لن يسلم إلى القبضة التي أفلت منها أمس، أو هكذا شعر. كنت في انتظارك على أتم استعداد، بل ورسمت لك طريق السير، وددت لو يخطئ ظني، ولكن أي سوء ظن فيك يخطئ. غض بصره لحظات فرأى ما تحت قدميه من مشمع لامع، ثم رفعهما دون أن يحاول الخروج عن صمته: لا فائدة، لن تنتهي من حقارتك وستموت حقيرا، وخير ما أفعل أن أسلمك إلى البوليس. فاختلج جفناه وانفرجت شفتاه في عصبية. فتساءل رؤوف بحدة: ماذا جئت تريد؟ فغض بصره مرة أخرى: أنت تفصح عن عداوتك، نسيت الإحسان وتركزت في الحقد والحسد. إني أعرف أفكارك بقدر ما أعرف حركاتك. وبصوت خافت وبعينين تختفيان في الأرض قال: رأسي دائر، ما زال دائرا منذ خرجت من السجن. كذاب، لا تحاول خداعي، أنت تتوهم أني صرت واحدا من الأغنياء الذين كنت أحمل عليهم، وعلى هذا الأساس أردت أن تعاملني. ليس الأمر كذلك، إذن لما تسللت إلى بيتي؟ لما تريد أن تسرقني؟ تردد سعيد مليا ثم قال: لا أدري، لست في حالة طبيعية وأنت لن تصدقني. طبعا لأنك تعلم أنك كاذب، لم تقتنع بكلماتي الطيبة، طار حسدك وغرورك، اندفعتك الجنون نفسه كما هي عادتك، ولك ما تشاء، فستجد نفسك في السجن مرة أخرى. فقال في تسليم: اعذرني، ما زلت أعيش بعقلية السجن وما قبله. لا عذر لك، أنا أقرأ أفكارك، قرأت كل جملة مرت بعقلك، كل جملة الصورة الكاملة التي تتصورني فيها، والآن آن لي أن أسلمك للبوليس. فمد يده كالرجاء قائلا: كلا كلا، لا تستحقه. بلى، ولكن كلا. فنفخ غاضبا وهو يقول: إن رأيتك مرة أخرى فأسحقك كحشرة. وهم بالتحرك في سبيل النجاة، ولكنه صاح به: أرجع النقود. فجمد بصره دقيقة ثم دس يده في جيبه فأخرج الورقتين، فتناولهما الآخر قائلا: لا ترني وجهك مرة أخرى. عاد إلى شاطئ النيل وهو لا يصدق أنه نجا، ولكن راحة النجاة تكدرت بالهزيمة. وعجب تحت أنفاس الفجر الرطيبة كيف أنه لم ينتبه إلى هوية الحجرة التي ضبط فيها، وأنه لم يكد يرى منها إلا بابها المزخرف وأرضها الشمعية. واستسلم لرحمة الفجر الندية متعزيا إلى حين عنا كل شيء حتى ضياع الورقتين، ثم رفع رأسه إلى السماء
فها له لمعان النجوم المتألق في هذه الساعة من الفجر. شكرا، إلى اللقاء.